صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 63 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية. وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي: يشكل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام وعضوية كل من الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي نائبا للرئيس، الدكتور خليفة بن علي الفاضل، محمد إبراهيم السيسي البعينين، غازي فيصل الرحمة، بسام إسماعيل البن محمد، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتورة حورية عباس الديري، الدكتورة مها صالح حسين الشهاب، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات.